حلقة جديدة من صدى الأسبوع وفي أبرز عناوينها: مستشفى الأمراض النفسية ويتاز قدم الكثير من الخدمات لكنه يعاني ضعف الإمكانيات. القرابية سوق أثري لم يتبقى منه سوى بعض المعالم. زارعون بلهج يشكون عدم وصول مياه السيول إلى الأراضي. انتشار المطبات العشوائية في حضرموت تؤرق المواطنين. رغد جبر فتاة بلا يدين لكنها تصنع المعجزات. في الشاهل مباني فريدة مبنية من القحط وأسقفها أعواد الأشجار. وادي نخلة واجهة زراعية وسياحية تعكره السيول. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2:30 ظهرا و8 مساء.